بدأ معنا السي عبد العزيز من جديد، واللي الكلام ديالو دائما كيروق العقول النقيه والعقول الواعيه. اذا السؤال ديالنا اليوم واللي سولنا عدد كبير من المواطنين، السالير ديالك اللي كتشدو في الشهر واش كيكفيك حتى لاخر الشهر او لا؟ غادي نعطيو واحد المسمى، هذيك كتسمى تضويره ماشي سالير، لان اللي باقي عنده اسره وباقي كياخذ 1800 ولا 2000 هذيك راه تضويره ماشي سالير، لان السالير هو اللي غادي يكفيك واللي ما غاديش يخليك تخرج وتنتقد وتهضر وتقول كيف كيكفيني ولا ما يكفينيش. ما غتدخلش فهاد كيف ما كنقولوا فهاد المساله، وما غتدخلش فهاد الحيتيات اللي خاصك تكون بعيد عليها، لان السالير هو حاجه اللي كتفيق عليها الصباح باش تلبي الحاجيات ديالك وتاخذهم، ماشي نتايا كتاخذ سالير وكتسلف جوج سالايرات. أنا اغلب المواطنين سولناهم دابا قال لك كل شيء انه كيكمل الشهر يعني بتسلاف او بافونس من الشركه، لانك انت كتخلص باش تمشي للخدمه ماشي كتخلص باش تعيش. كتاخذ سالير باش تمشي به للخدمه، كتخدم باش تاخذ باش تمشي للخدمه، ماشي باش تعيش اولا باش تهز الاسره ديالك ولا باش تلبي الحاجيات ديالك كرب اسره اولا كانت ديال راسك. انا ما غاتكفيكش، لان باش نكونوا واقعيين، لان كنهضروا على الوضع الحالي ولا كيف ما كنقولوا الحاله اللي كنعيشوها حاليا، الوضع الراهن، يعني ما غاديش نكذبوا على راسنا ونضرقوا الشمس بالغربال ونبقاو حنا نتبعوا الزواق ونقولوا لا راه الصالير اي كاين الحمد لله، ولكن ربي عطانا عقل باش نفكروا بواحد المنطقيه، ان ملي تعطينا تدويره وتحسبها الصالير هنا هو انعدام المنطق. وكاين الناس اللي ما عندهمش الصالير اصلا، دابا حنا كنهضروا على الناس اللي عندها مداخيل ياك، وكاين اللي عنده الناس ما عندهمش مدخول قار اصلا، طالب معاشو لا طالب معاشو كيخدم نهار بنهارو، الا ما خدمش ما ياكلش ما يجيبش ما ياكل، فين هما هاد الناس من هادشي؟ فما بالك اللي واحد عنده صالير وكيشكي، وهذا اللي ما عنده الصالير كيفاش؟ صح، راه حاله بوحده خاصها كيف ما كنقولوا لايفات وفيديوهات وتحاليل باش يلا نوصلوا نركزوا معاها. حنا دابا دوينا على الطبقه الشغيله، يعني واش اللي عندها صالير عندها واحد الصالير واحد الدخل اللي هو ما يمكنش يكمل، لان علاش انت كتاخذ 1800 ولا كتاخذ 2000 مثلا، واحد كيخدم في القهوه سرباي اولا في بارمان ولا كيف ما كان، واش واحد كياخذ واحد 300 درهم في السيمانه ولا 350 درهم في السيمانه وعنده اسره ومثلا ما ساكنش في نفس المدينه، ماشي ولد كازا، يلا نعطيك انا مثلا غريب على كيفاش غادي يعيش؟ خاصو يسافر لعائلته، واش غيبقى يتسنى العيد الكبير؟ واش غيبقى يتسنى حتى يكون العيد الكبير عاد يشوف ولادو، عاد يبدا يفكر شنو خاصهم شنو يلبسهم، ولا بغى يجيبهم عاوتاني مساله اخرى، واش اللي باقي كيكري مع باقا دريه كتكري مع الدريات في البيوت باش يلا تقاد شويه من الحياه ديالها، واللي باقي كيسكن مع الدراري يتشارك معاهم في بيت وغتجي غتقول لي الصالير، هذيك راه تضويره. واخا باش ننصح الشباب اللي دابا سولناهم يعني خدامين تقريبا واحد 2000 درهم 3000 درهم، واش كنصحهم انهم يتزوجوا يديروا هذه الخطوه ولا لا؟ شوف، هو الزواج باش نكونوا متفقين، الا بعدنا على من ترضون خلق دينا وخلقه فزوجوه، ولينا في من ترضون راتبه وشقته، راه هنا تقلبت المفاهيم، هذا موضوع اخر، لاننا هضرنا في الزواج راه خاص يكون اليقين في الله عز وجل، لان تكون عندك واحد العلاقه قويه. شوف، نحن نرزقكم واياهم، يعني ما غاديش نكذب انا الله عز وجل، ايات قرانيه كتعطيك بانك انت غير توكل، كفرق ما بين التوكل والتواكل، حنا دابا دخلنا في التواكل، لان باغينها بارده، باغين نوليو لاباس علينا في لحظات في رمشات عين بدون مجهود، وباغين حتى الا تزوجنا نتسنى تندير الطوموبيل، لا تسنى تندير الدار، اذا ما غادير والو، راه خطوه بخطوه، راه لان الا توكلتي على الله في الحلال راه تقدر تكون فاتحات خير لك. كتشوف ان بنات الناس بنات اليوم مازال تيامنوا بهذه القضيه نتوكل على الله وراه الحلال كيجيب رزقه نظر. شوف، كاينين بنات الناس وكاينين ولاد الناس، تفكيرك هو اللي غادي يلاقيك مع اللي بحالك، فكرتي في الخير غتلقى الخير، فكرتي في الزواق وحده لا باغا سبونسور غتبقى بحالك، حيت دابا حنا في زمن للاسف واحد الفئه هي باغا سبونسور، انا ما غنحطوش في وصف المراه، لان المراه ماشي هي هذيك، وهذاك ما غنحطوش في الراجل، لا هي باغا سبونسور وهو باغي فورمه وباغي يزين، يعني نتوما الاهداف ديالكم بعيده كل البعد على بناء اسره على منطق الزواج، على اكيد هدف الزواج، لان الهدف من الزواج والمغزى من الزواج نتوما بعاد عليه، يعني بعاد على الطمانينه والسكن موده ورحمه اكيد،
ما غيكونوش، لان غيكون بيناتهم كالكيلاتريس، ما غتكونش مواد دوره حمر. هذا ولا بحال مشروع. اكيد. شوف الزواج في الاصل ميثاق، الله عز وجل جعلنا بينكم ميثاقا غليظا، ماشي جعلنا بينكم صفقه، لان ولينا دابا كنشوفوا صفقات، ما بقيناش الزيجات، اغلب الزيجات ولينا كنشوفوها على شكل صفقات، لان مثلا كتجي تقدم فاش خدام شنو الصالير ديالك، ما كنسولكش كتصلي، اشنو كدير في حياتك، كيفاش علاقتك مع الله، ما كندخلوش في هذا الشيء. اباء اللي كيجي شاب يخطب على سنه الله ورسوله وكيسولوا اول حاجه واش عندك الدار واش عندك الطوموبيل، شنو الرساله ديالك ليهم؟ يسروا الزواج، لان نسبه العزوف على الزواج ارتفعت للمطالب التعجيزيه من الاهل. ماشي غنقول لك انا غتقول لي بلاتي ندير لك في ميكا، لا انت راه تعب عليها اكيد، ولكن في الاصل الاب ديال بصح والراجل ديال بصح غيبغي البنت وواحد يخاف على الله عز وجل قبل من اي حاجه ماديه، لانك انت ما باغيش لا سبونسور، باغي لها راجل اللي غيصونها من بعدك، اللي غيكون هو الاب الثاني، هو الكتف الثاني اللي تكى عليه فلا قدر الله وانت ما بقيتيش في الحياه. هادشي اللي خاصو يكون، ماشي انا باغي لها سبونسور لا يوكلها يشربها لا بنتي كدير، لا راه كاين شي امور غتلقى لي هاد سبونسور، ولكن غيمل منها وغتمل منه، اجي واحد النهار غيردها لك. شوف فلوس طلاق ساهل يا ربي. غيردها لك باش خداها باش يخلص عليها، يقول لك انايا نمشي داكشي اللي حسبته لك المحكمه نعطيه لك، ملي كيولي هذا الحوار في الزواج اذا كانت صفقه، ما كانتش موده وما كانتش عشره، لان الزواج عشره، لان كنت عاشروا على الضراء قبل من السراء، لان كاينين امور في الزواج غيبان المعدن ديالنا، ماشي هما الميساجات اللي فيهم قلوبه في الواتساب ونيموتيكون وداكشي اللي كنشوف. داكشي زواج حاجه اخرى. الزواج الدوام لان غيتسد علينا باب واحد غنعيشوا مع بعضياتنا يوميا. يعني هنا فين غتعرف المعدن ديالنا الاصل من الذهب من القشره كيف ما كنقولوا، الذهب من الفالصو، هنا غادي نعرفوا اللي ذهب واللي فالصو، هذا هو المشكل. والاباء بالنسبه احنا في نفس الموضوع، الاباء اللي كيطلبوا الصداق 2 مليون 3 مليون اولا البنات حتى هما. شوف حنا دابا باقي هذا هو المشكل، ولينا كنهضروا على المسائل الماديه واش غيضمن لها مستقبلها، حنا انت ما دخلش في حرب، راه زواج، راه ماشي كتقلب على الغنائم، لا غيضمن لك مستقبلك واش غياخذ لك الدار واش كاري واش شاري، راه يقدر عنده الدار عنده الطوموبيل عنده الامكانيات الدنيويه كلها، ولكن ما عندوش الرجوله ما عندوش النخوه، ما غيخافش فيها الله، ما غاديش يتهلا فيها، ما غاديش يصونها، غادي يهينها، يمكن غيبدا يعايرها بداك الشيء اللي كيعطيها، يعني غتبدا ديك واحد كيف ما كنقولوا واحد الوسخ في الحوار غيبدا يخرج منه، انا درت لك انا فعلت لك غنبداو نتحاسبوا، وهي غتلقاه كيتسالها اكثر، وفي الاخر غيقول لها داكشي اللي عطيتك نعطيه لك بالضوبل وغنتفك منك، وهي هي غتولي تقول غير نهار في دارنا احسن لي من ايام معك في داكشي. علاش هنا من ترضون دينه وخلقه، الرسول عليه الصلاه والسلام قالها صريحه وقال فاضفر بذات الدين تربت يدك، لان من غتاخذ ذات الدين اللي على خلق غتلقى فيها جميع المميزات، ما يمكنش غتشوف غيرها، ما غيبقاش يبان لك ذاك الجمال الفاتن، ما غتبقاش تشوف ذاك الشيء الزائل، غتبقى تشوف الدوام العشره، مرتي شنو غتلقى معاك، طحتي في واحد الازمه شكون اللي غتلقى معاك، وتا هي كذلك، لا طاحت في واحد الازمه شكون اللي غادي تلقى، يعني انت لا بغيتي تزوج مراه راه كيقول لك لا بغيتي تزوج خذ مراه ونص، حتى مشى لك النص تبقى لك المراه، يعني الناس الاولين قالوا هذا المثال، يعني عطاوه مثال كبير وعنده معاني كبيره، يعني حتى مشى لك النص تبقى لك المراه، دابا راه المشكله وليتي انت باغي جوج عيالات في مراه واحده، وليتي باغي اللي شفتيها انت في ذاك السناب، واللي شفتيها انت في ذاك الفيديو، واللي شفتيها كيفاش كتهضر، لا راه الحياه فيها السلبيات والايجابيات، وفيها الصبر، الا ما كانش غيكون هذاك الصبر بيناتنا، والعشره والموده وجايين بشرع الله، وجايين داكشي اللي امرنا به الله، ما ندخلوش اصلا في هذاك الزواج، ما نظلمش هذيك بنت الناس الا ما شفتش راسي كفء، دابا اللي كفء اللي كيسحب راسه كفء بمجرد انه عنده دار وطوموبيل وخدام عنده واحد الصالير قار مزيان، لا هذيك ماشي كفاءه، هذيك نجاح في الحياه، اما النجاح في الزواج الحياه الزوجيه امتحان اخر، هو الميزان الحقيقي ديالك المسؤوليه، ماشي المسؤوليه هي هاكو سيروا خذوا ولا هاكو بشحال هذا الشيء ولا كنعطيكم تقضي اش بغيتوا، لا انا ملي غادي يولي عندي ولاد ملي غتكون عندي بنت وغتكون عندي ولد كيفاش غنربيهم، كيفاش غادي يحترموني، كيفاش شنو الدور ديالي في الدار، يعني كاينين بزاف الامور في الزواج، الناس كيسحابوا الزواج هو نتشادوا في اليدين ومشيو للجيران ونكون انا كنبغي هذه الفرقه وانت كتبغي هذه الفرقه، يعني اختلت الموازين في الزواج، هذا هو المشكل.
وزواج السوشيال ميديا داك الزيجات الوهميه والصفقات اللي انا غنديها للمالديف وغدا ولا بعدو يعيرها في فيديو وهي تعيرو في فيديو. لا اغلبهم سالوا بحال الطلاق لان شوف اللي ما عندوش الساس دغيا كيريب لان هادو زواج بلا ساس. اشنو كان انت عندك شحال من كا وانا عندي شحال من كا كنجمعو نطلعو الفولوور دوك الكاوات كنجمعوهم حتى كنتكاوو في الاخر كنطيحو كاو في الحياه الزوجيه وما كايناش اصلا حياه زوجيه لانك انت ما عندكش ديك الغيره على ديك المراه اللي عندك. انت ما واخداش كامراه تصون عرضك وتكون هي الحامل دار كمحتوى اكيد كصفقه بروجي راه عندك انت مشروع ديك المراه واخده مشروع هي حتى هي واخدك مشروع منين غدا ولا بعدو بداو تبانو قدام الناس وتبوزاو قدام الناس بعدو غبداو تجبدوا الاسرار ديال بعضياتكم. هادشي كنشوفو راه هادشي كاين راه كاين غنشوفو غنبقاو نشوفو لان ما حد كاين بحال هاد التفكير. ولكن ملي غادي تبغي وحده تصون عرضك وتصون كرامتك وتربي لك ولادك وتمشي للخدمه وانت مطمئن وتضرب تماره وما يهمكش لان كاين واحد الحاجه تسال تضرب عليها تماره هنا غتعيش بخير. اما انت كتضرب تماره على الخاوي وباغيها تحترمك وباغيها تقدرك راه ما يمكنش. تبارك الله عليك سي عبد العزيز كنشكرك دائما. بارك الله فيك دائما فخورين بالحوار. بارك الله فيك شكرا.